عندما كان في تولوز قلنا هذا اللاعب يجب أن يأخذ حقه يعني ويذهب إلى فريق كبير حتى جاءت الفرصة ليلعب مع نونت ورأيناها اليوم ماذا فعل أيوب عبدي قدم مباراة كبيرة إلى حد الآن. الوقت يمر وفريق نونت يأخذ ثقة في نفسه في نهاية المباراة شراسة دفاعية كبيرة 6 أهداف أسبقية تونسان التمريرة ممتازة رائعة والتصدي لبيوسكا ضاعت الكرة على باريس سان جيرمان بيوسكا يوصل الشو يدخل بونفون المدرب غريغوري كوجون عرف كيف يستعمل اللاعبين في أوقات مهمة ويريح اللاعبين الكوادر لأنه سيحتاجهم في وقت مهم إراحة اللاعبين في وقت مهم وفترات محدودة في المباراة تؤكد أنه يعرف كيف يتعامل مع هذه المباراة الصعبة ممتازة تمريرة ينجح تورنا 29-22 7 أهداف أسبقية وأيوب عبدي يتفاعل مع هذا الهدف من تورنا أمامكم الحارس بيوسكا يتفاعل مع زملائه أيضا 7 أهداف أسبقية باريس سان جيرمان يلعب ضد الوقت والنتيجة الآن وأولم يدخل اللاعب الدنماركي يدخل في نهاية المباراة بعدما دخل في الشوط الأول 29-23 6 أهداف أسبقية أمام أنظار تيري أومير ودانيال نارسيس أسطورتين في كرة اليد الفرنسية اعتزل اللاعب رسميا سنة 2017 بعدما توج بلقب بطولة العالم وآخر لقب بطولة العالم ساهم فيهما هذين اللاعبين محاولة المرور تصل كرة جناح فتح الزاوية ممتازة 30-23 أودريو زولا وغيوم جيل يتابع المباراة مدرب منتخب فرنسا واللاعب الدولي السابق يتابع المباراة يدخل البلاي ميكر الثاني لفريق باريس سان جيرمان الآن داني بايانس اللاعب الهولندي لاعب هامبور سابقا تونسان محاولة المرور أولم تصل الكرة لبيليكا يفتح الزاوية ورمية 7 أمتار رمية 7 أمتار يتحصل عليها بيليكا أو لوريدون لاعب إيفري سابقا 7 أهداف أسبقية لفريق نونت التنفيذ لبالاغير والكرة في شباك لمست رجل الحارس وتلج الشباك 30-24 6 أهداف أسبقية تقليص النتيجة من بالاغير بكل ذكاء ينجح بالاغير أمامكم أندرياس باليكا وماتيو غريبي على دكة البدلاء تعود الهجمة أيوب عبدي يعود بعدما أخذ قسط من الراحة قدم مباراة تكتيكية رائعة ينجح أيوب ممتاز أيوب قدم مباراة كبيرة ساهم في هذا التقدم إلى حد الآن وربما يساهم في الفوز الأول بلقب جديد لنونت لا نستبق الأحداث 31-24 فريق نونت قدم مباراة كبيرة وخاصة اليوم الدولي الجزائري كان في قمة الأداء وأكد تأقلمه بسرعة مع زملائه أقل من 8 دقائق على نهاية المباراة تونسان إلى أولم محاولة المرور وتدخل قوي من بونفون حوار بدني كبير بين اللاعبين هذه بداية الموسم ولقب سيلعب في اللحظات الأخيرة بين باريس سان جيرمان ونونت والكرة في الشباك ممتازة 31-25 يقلص النتيجة اللاعب تونسان والحارس يتحمل مسؤوليته بهذه الكرة لأنه ذهب
لكن كان متأخر نوعا ما. سبع دقائق وقال على نهاية المباراة. والتقادم لنانت بونفون إلى أيوب دولا بلوتاش، والحكم يعلن على فاول في الأسبقية. دولا بلوتاش تورنا وتايم اوت يطلبه المدرب غريغوري كوجون. Tête sur Pelleka. Ouais, si tu peux faire une passe au travers. Sinon, tu envoies ici. Emeric, tu joues sur ballon et t'y vas. D'accord. Danois tête. Danois tête. Il joue tête. Si elle n'y est pas, il va la garder. Donc ça doit jouer et enchaîner. D'accord. Et vous vous replacez. Tu la lâches que si tu es sûr. Mais on joue Danois tête. On voit si Pelleka c'est. On continue, les gars. On continue. Jouez. ينتهي التايم اوت الذي طلبه غريغوري كوجون، واعطى الخطه دانوا حسب ما تحدث في التايم اوت امامكم جماهير نونت. طبعا جماهير نونت في كره اليد تعتبر من اقوى الجماهير، تتحول مع فريقها دائما مثل جماهير باريس سان جيرمان، لكن طبعا عدد جمهور نونت في كره اليد اكثر بكثير من كل الجماهير، لانها في نونت معروفة بحبها لكرة اليد كثيرا، رغم وجود فريق نونت في كرة القدم وفي رياضات أخرى، لكن كرة اليد في نونت لديها حيز كبير في قلوب المشجعين والأحباء لمدة سنوات. تعود الهجمة، أيوب عبدي دولا بروتاش، التمريرة أيوب، ماذا سيفعل أيوب؟ وتصدي، أراد القيام بالركولات، الزاوية كانت مغلقة، تعود والكرة في الشباك. 31-26 تقليص النتيجة من لوريدون، خمسة أهداف أسبقية. الطقس يبدو حار كثيرا في بواتيه في قاعة فيوتورسكوب أرينا، ومرة أخرى يقع مسح أرضية القاعة لسلامة اللاعبين. أقل من ست دقائق على نهاية المباراة، وهنا هدف من لوريدون في عكس الهجوم. فريق باريس سان جيرمان لم يأخذ الأسبقية في بداية المباراة، بل نونت هو الذي سيطر من الدقيقة الأولى إلى حدود الدقيقة 24 في الشوط الثاني. دولا بروتاش يلعب باثنين بلاي ميكر المدرب غريغوري كوجون لضمان التوازن بالنسبة لفريق نونت. إمريك مين إلى أيوب، تصل الكرة لأودريو زولا، سيحاول المرور، ممتازة ثنائية مرة أخرى، رائعة رائعة ثنائية بين أيوب وأدريو زولا، تمريرة مليمترية. أمامكم الخبرة من أيوب عبدي يتعامل بذكاء كبير. ست أهداف أسبقية لنونت أمام باريس سان جيرمان في كأس الأبطال. كانت مباراة وسط المباراة بين أيوب عبدي ويحيى عمر، لكن يحيى عمر اليوم يعني لا نريد أن نكون قاسين عليه، لأنه لاعب مميز، لاعب موهوب، لكن أول مباراة دائما صعبة. أيوب عبدي ينشط في الدوري الفرنسي منذ سنوات، وأول مباراة رسمية ليحيى عمر مع باريس سان جيرمان كانت مباراة فاينل مباشرة. أكيد أن يحيى عمر سيعطي الإضافة لباريس سان جيرمان في قادم المباريات. يبقى لاعب كبير، يبقى لاعب له اسمه ووزنه في عالم كرة اليد، لكن اليوم أيوب عبدي يعني أكد للجميع أنه نقطة قوة ونقطة مضيئة في كرة اليد الأوروبية والعالمية والجزائرية خاصة. 32-27 تقليص النتيجة للاعب الهولندي بايانس في هذه اللقطة. داني بايانس إمكانية جيدة بطريقة مميزة، ينجح في تقليص النتيجة. أقل من خمسة دقائق على النهاية، خمسة أهداف أسبقية. أيوب
محاولة المرور أيوب عبدي إلى دولا بريتاش أودريو زولا نفس اللقطة تعاد رائعة جدا نفس اللقطة تعاد 33-27 تكتيكيا فريق نونت اليوم أكد التفاهم والانسجام بين اللاعبين خطط واضحة رؤية شاملة وهذا اللاعب قدم الإضافة أمامكم أيوب عبدي قدم مباراة كبيرة ومميزة على جميع المستويات محاولة المرور التقاطع التسديدة رائعة ممتازة ممتازة تسديدة من بالاغير في الزاوية البعيدة ينجح بالاغير مباراة كانت مميزة اليوم نهائي ولا أروع بين الفريقين لكن نونت أكد جاهزيته على جميع المستويات أيوب الوقت يمر في الدقائق الأخيرة ونونت أقرب للفوز لكن باريس سان جيرمان سيلعب الكل في الكل الوقت يمر وأمريك مين لديه ثقة كبيرة وأصبح هو الليدر في فريقه في السنوات الأخيرة انتداب قيم من إكس 3:08 على نهاية وتقدم لفريق نونت على حساب باريس سان جيرمان وذكر أن نونت ولا مرة فاز بلقب الدوري الفرنسي في حين باريس سان جيرمان فاز ب11 لقب و10 تواليا محاولة المرور دولا بروتاش تدخل الدفاع الحكم يقول تعود الكرة لفريق نونت أمامكم المدرب غريغوري كوجون في حوار مع لاعبيه على الدكة لكي يعطيهم دائما النصائح اللازمة أيوب عبدي أمريك مين دولا بروتاش ممتازة ممتازة التمريرة والأروع تمريرة والأروع من دولا بروتاش من أين أتت هذه التمريرة 34-28 محاولة المرور ينجح الدولي الهولندي داني باينس بكل مهارة 34-29 إمكانية جيدة لكن لم يأخذ وقت طويل هذا اللاعب ولم يلعب كثيرا دقيقتان على نهاية المباراة نونت 34 باريس سان جيرمان 29 ويقترب نونت من لقب جديد سيبدأ به الموسم الرياضي أمامكم تيبو بري وبيزيتش التمريرة لأمريك مين وتدخل دفاعي 5 أهداف أسبقية الوقت يمر ونونت كسب المباراة الأولى والتحدي الأول وتدخل من تونسان تدخل قوي للاعب تونسان على أمريك مين أمامكم يبدو أن عملية السقوط كانت قوية على الكاحل على اليد أمامكم التدخل كان قوي من تونسان عملية السقوط ربما على المرفق لكن أمريك مين يخرج منها سلامات كان تخوف من المدرب غريغوري كوجون على لاعبي يعني يصعب تعويض أمريك مين نونت دون أمريك مين يصبح يعني فريق أقل بكثير من هذا الفريق الذي نراه دولا بروتاش أيوب عبدي ممتازة التمريرة رائعة جدا أفضل لاعب في المباراة اليوم هو أيوب عبدي بالتمريرات والأهداف 35-29 قدم مباراة ولا أروع أيوب اليوم إذن اللحظات الأخيرة فرحة لاعبي نونت بالتفوق والتقدم في النتيجة لحد الآن تونسان بايانس والتدخل فرحة كبيرة للاعبي نونت وأكيد أن باريس سان جيرمان سيحاول أن يتدارك في بداية الموسم الرياضي بايانس أولم محاولة المرور والتصدي من بيوسكا تصدي مميز الحارس الإسباني يبدأ ويقنع في هذه المباراة مع إيفان بيزيتش الكابتن فاليريو ريفيرا سعيد جدا
إذن يحسم أمر المباراة، نونت يتوج بلقب كأس الأبطال على حساب باريس سان جيرمان في هذه المباراة. وطبعا دائما التنافس موجود بين باريس سان جيرمان ونونت في المواسم الأخيرة سواء على مستوى الدوري أو اللقب. ممتازة جدا ولا أروع، هدف الروعة بين أيوب ودلابرتاش، 36-29، وهدف جديد وقمة في الأداء في هذه اللقطة الأخيرة بين أيوب عبدي ودلابرتاش. إذن رسميا نونت يتوج بكأس الأبطال على حساب باريس سان جيرمان في هذا الموعد الأول. مباراة كانت رائعة مميزة، لاحظنا فيها نسق كبير، وغريغوري كوجون سعيد بهذا اللقب الأول، يبقى لقب مميز ويصافح الحكام. مباراة كانت في كنف الروح الرياضية أهم شيء في احترام المنافس، ونونت اليوم أكد جاهزيته لهذا الموسم الرياضي، موسم فيه طموحات كبيرة. 7 أهداف أسبقية، وسيقع الآن بعد قليل تسليم رمز